الأهلي زي ما تابعنا فاز بالأمس على إنبي بهدفين، ما كانش دون رد أو شباك نظيفة في مباراة هجومية كانت بشكل كبير جدا عكس ما البعض كان متوقع. أنت هتهاجم ولا هتدافع ولا هتعمل إيه بالظبط؟ لكن في هجوم من اللحظات والدقائق الأولى. مواجهات الدوري زي ما بنتكلم كمان اللي جاية مهمة جدا عشان يعني مش الاستعادة، للحفاظ على اللقب المحلي. خلينا نتكلم في تفاصيل أكتر ونروح كمان لكواليس مهمة جدا هتعرفوها معانا بقى خلال إن شاء الله الفقرة مع كابتن عادل دعيمة نجم الاهلي السابق. صباح الفل. صباح الخير. اهلا بحضرتك. سعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا. وطبعا النسخه دي من الدوري، يعني الدوري مشتعل على سطيح ساخن، ويمكن للمره الاولى من فتره في كذا موسم ورا بعض. قبل كده كانت الامور الى حد كبير بتبقى محسومه، يمكن قبلها بشهر ونص كمان، لكن المره دي الاهلي والزمالك ماشيين يعني ايه راس براس زي ما بيقولوا. شايف الامور هترسي على ايه في النهايه من وجهه نظر حضرتك؟ ابدا الاول واقول الحمد لله ان احنا بننتمي لهذا النادي بقوته بوطنيته بلاعبته باجهزته باداراته. المقدمه دي ليه؟ علشان احنا كل المنافسين اللي بيأدوا مع النادي الاهلي بيأدوا بمنتهى القوه. ومش عايز اقول القوه والقسوه والخشونه، ده بيخلي العود بتاعك او بيخلي قوامك باستمرار قوي. دايما واحنا بنشتغل في التدريب بنخلي التدريب صوره مصغرة من المباراة، المباراة بتبقى أقصى حمل. وبالتالي انتمائك لهذا النادي كل المنافسين بيأدوا أمامك بمنتهى القوة، وشفنا حتى لو ما كانش ده العادي بتاعهم على فكرة. لا لا هم بيتوحشوا دايما. لا لا هم بيتوحشوا مع النادي الأهلي، وإحنا شفنا طبعا الثلاث أربع أيام اللي فاتوا الأندية اللي بتلاعبنا هنا شوف بيلعبك إزاي، وبعد ثلاث أيام بيلعبك إزاي. أيوه. وشفنا إمبارح إنبي بيلعب بمنتهى الشرف، منتهى النزاهة، مباراة قوية، منتهى القوة ومنتهى الحماس اللي بيتحول أحيانا للخشونة. احنا شفنا راجل الكرة مش بتاعته النيجيري وراح مطير أيمن أشرف، الكرة مش بتاعته. يعني ده أنا بحب ده لأن ده اللي بيخليني قوي. لو المنافس اللي أنا بلعبه بيأدي قدامي بأداء يعني سهل انا عمري ما هبقى قوي. ده لا يمكن يحصل اصلا. ده التصريحات المختلفه بتاعه المديرين الفنيين لانديه مختلفه كانت بتواجه الاهلي يعني فيما يسبق المباريات المختلفه كانوا بيتحدثوا ان احنا دايما امام الفرق الكبيره بنلعب باقصى قوه عندنا، يعني دي تصريحاتهم. حتى انت عارفه حضرتك تبص تلاقي المكافئات بتزيد في ماتش الاهلي، الاستعدادات بتزيد، اللي كان متخاصم بيتصالح، يعني كل ما هو قبل ماتش النادي الاهلي بيبقى ليها قصه ثانيه. و99.9 من عشرة بعد الفريق ما بيلعب النادي الاهلي الماتش اللي بعديه بتبص تلاقيه الاداء مستوى تاني خالص، على طول خساره بقى، ياخد ثلاث اربع ماتشات ورا بعض لانه اللعيبه بتدي اقصى حمل، وبعدين بعد كده بتبص تلاقي الاداء مش الاداء اللي هو مطلوب في انا كنت يعني زي ما انا بقول الف مبروك لينا ان احنا بننتمي لهذا النادي، وفي نفس الوقت احيانا بيبقى الواحد بيبقى زعلان شويه لانك انت التنافس ده تنافس شريف، فانت زي ما بتلعب النادي الاهلي بالقوه دي لاعب بقيه الانديه بنفس القوه. شفنا ماتش امبارح بتاع الساعه 7 الاداء غير منتظر. احنا كلنا بنعشق الاسماعيلي، بنعشق الكوره بتاعت الدراويش، حاجه جميله جدا، بس دايما كوره الاسماعيلي كوره هجوميه. احنا ما شفناش هجوم خالص، يعني حتى العناصر القويه كانت قاعده امبارح على طب ايه تفسير حضرتك للملاحظه دي؟ ما اصلا ما اقدرش افسر في قناه الاهلي ليه، لانه يعني احنا اتعودنا نتكلم عن النادي الاهلي بس هو بتبقى الملاحظه ان انا كمشجع او انا كمتابع لكره القدم دايما الفرق ليها طعم وليها مذاق. الاهلي ليه مذاق، الاسماعيلي ليه مذاق، وبقيه الانديه ليها مذاق. الاسماعيلي ليه مذاق ده طول عمره برازيل مصر اهو كده، وطول عمره بالنسبه كريم عشان يبقى الناس عارفه اللي هي بتوقع دايما بين الاهلي والاسماعيلي، الملعب التتش ده كان الاهلي بيلاعب الاسماعيلي كفريق مشترك ضد فرق اجنبيه جايه من بره. يمكن اولادنا الصغيرين او الشباب ما يعرفوش الكلام ده، في ملعب التتش هنا كان منتخب ما بين الاهلي والاسماعيلي ضد سراييفو هنا في الاستاد هنا، ودايما العلاقه دايما على اعلى مستوى. كنت بتمنى ان النادي الاسماعيلي زي ما ادى بنفس القوه وبنفس الكفاءه في ماتش الاهلي والضغط والالتحامات القويه والاخره
مفيش الميس باص كتير اللي احنا شفناه امبارح، ده بيبقى بيزعل شويه، لانك انت كره القدم اتعملت عشان امتاع الناس. طبعا انا بمتع الناس، الجمهور ده بيجي عشان ايه؟ بيدفع تذكره وينزل من بيته عشان ايه؟ يشجع فرقته ويتبسط.